طبيبة الأسنان دينيس أبرانشيز تشعر بالأسف ليس فقط من ازدياد أعداد إصابات كورونا، بل لأنها انضمت إلى الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء في مستشفى ساو باولو، لكن لم يلاحظ جهودها أحد. نحن أطباء الأسنان غير مرئيين، ولا يعرف سوى القليل عن العمل الذي نقوم به داخل وحدة العناية المركزة. لدينا أخصائي طب أسنان رائعون يكرسون حياتهم لرعاية الناس. يصل طبيب الأسنان إلى المستشفى بشغف كامل وقلوبنا مفتوحة لمساعدة فريق معالجة مرضى الفيروس ووحدة العناية المركزة، وخاصة مع ازدياد الإصابات. في هذا المستشفى تقدم العناية لمرضى الجائحة، ما يجعل خبرة دينيس ضرورية لأولئك الذين يحتاجون الرعاية. ولكن خطر الإصابة بالعدوى بسبب عملها على صحة الفم وقربها من الوجه يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. الصحة الجيدة تبدأ بالفم، وفي الوقت الحالي فإن إصابات الفم والأسنان مع كورونا هي التي تجلب تحديات هائلة وعملا مضاعفا. الاهتمام بصحة الفم كخطوة أساسية خلال علاج كورونا وكأداة في مكافحة الوباء أمر مهم لدينيس ولأطباء الأسنان الذين يعالجون المصابين ممن تجاوز عددهم في البرازيل 13 مليونا خلال شهر إبريل، ولكنها تنتظر التقدير والاهتمام ومزيدا من معدات الوقاية من وباء لا يرحم.